قادة النصر. محمد فوزي مهندس حرب الاستنزاف. الفريق محمد فوزي هو الرجل الذي أعاد الانضباط إلى القوات المسلحة بعد يونيو 67، وساهم في رفع الروح المعنوية للشعب والجيش خلال حرب الاستنزاف، واستطاع أن يرهب العدو حتى أجبره على طلب وقف إطلاق النار في عام 1970. امتلك الفريق فوزي كل سمات القائد من الحسم والحزم والدقة والذكاء وحسن التخطيط والرؤية الثاقبة والهيبة والإنسانية، فحظي باحترام الجميع. ولد محمد فوزي في الخامس من مارس عام 1915 في محافظة المنوفية، ونشأ في أسرة عسكرية. والده كان أحد قادة الجيش وعامل مدير لإدارة المدفعية، أما جده فكان ياور لخديوي مصر. تخرج فوزي في الكلية الحربية وشارك في حرب فلسطين قائداً للمدفعية المضادة للطائرات، وأصيب في غزة عام 1949، وعمل لفترة طويلة كبيراً للمعلمين بالكلية الحربية حتى صار مدير للكلية الحربية. وعقد نكسة 5 يونيو 1967 صدر قرار من الرئيس جمال عبد الناصر بتعيين الفريق محمد فوزي قائداً عاماً للجيش المصري، ثم صار وزيراً للحربية. كانت المسؤولية الأولى للفريق فوزي هي إعادة بناء القوات المسلحة، خاصة أنه اشتهر بقدرته الهائلة على فرض الانضباط داخل معسكرات الجيش، علاوة على أن غالبية الضباط كانوا تلاميذه في الكلية الحربية. وقاد الفريق فوزي حرب الاستنزاف بعد أن ساهم في تسليح الجيش بأحدث الأسلحة، وقام بتدريب الجنود والضباط على أفضل صورة، واستطاع تحقيق بطولات كبيرة في العديد من المعارك، منها معركة راس العش وإغراق المدمرة إيلات. وظل الفريق فوزي في منصبه حتى مايو 1971.